بص جماهير الزمالك العظيمة حاجة جميلة يا جماعة، حاجة جميلة والله العظيم، يعني سبحان الله جمهور الزمالك ده يا جماعة حاجة، ده اللعيبة في الاتوبيس خلي بالك محدش روح، خد بالك كابتن اللحظات دي تاريخية طبعا، لأن اللعيبة دي برضو الله يكون في عونها ما شافوش جمهور الزمالك، ما يعرفوش جمهور الزمالك بالظبط، يعني ما حضرش جمهور كتير معاهم اوقات كتيره في 100,000 و120,000 في الاستاد، والزمالك والمقاولين فرق والزمالك و 30 40 50,000 في الاستاد كان 100,000 اه، يعني انا 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 في ماتشات كنت ماتشات دوري عام 60 و70,000 في الماتش، وبالتالي هو بيحس كده دلوقتي بالجمهور وبيحس باللي عمله، لا بيحس بمسؤوليه اكتر بقى بالظبط، الاهم بقى انك انت في الوقت ده الاتوبيس اللي داخل ده نادي الزمالك والجمهور الكبير اللي ده، ده بيحسسك بمسؤوليه كبيره خالد، بيحسسك بقيمتك كمان في المجتمع كنجم كبير، لان نادي الزمالك ده نادي كبير، نادي كبير والله، ونادي حاجه حاجه فعلا يعني شرف لينا جميعا ان احنا لبسنا الفانيلا دي خالد. وانا عايز اقول حاجه لجمهور الزمالك العظيم بيتفرج على، اوعى حد يصدر لك ويقلل لك من البطوله او يحاول يقول لك حاجه عن البطوله، بطولة انت كسبتها بعرق جبينك بتعب بشقة بسم الله ما شاء الله، لا حاجة جميلة. نادي الاوتوبيس داخل نادي الزمالك على فكرة، داخل جوه نادي الزمالك اه، بيفتحوا له البيبان اهو، جماهير بره وجوه. لا بص يا خالد انت بتتكلم على لحظة تاريخية التقاء الجماهير باللعيبة والجهاز الفني، ده حاجة جميلة جدا ويستهل. جدا جدا يستاهلوا طبعا، بقولك تعبوا وشقيوا وتغربوا وبعدوا عن بيوتهم وحرموا نفسهم من حاجات كتير، متع كتيره جدا يا خالد على فكره، مشهد عشان تلاقي اللقطه دي بالظبط، مشهد تاريخي طبعا. واعتقد برضو النهارده مستر كارتيرون يعني بيصلح غلطته ولازم احيي صاحب فكره ان الاتوبيس يجي باللعيبه النادي لازم ليه صحيح. لان دي اللحظه التاريخيه اللي ممكن اروح البيت اقول لك اني خدت حاجه لا ده لازم كمان ينزلوا الملعب فيه على فكره الله اعلم، مش عارف معظم اللعيبه موجوده ولا لا، بس لا انا شايف الجهاز الفني كله، ما التيشيرتات دي لابسها انا شايف الجهاز الفني كله في البدايه كل اللعيبه موجوده في الاتوبيس على فكره كابتن، ما ينفعش انا عارف لعيبه الزمالك، انا عارف شيكابالا وحازم هيقولوا ايه، اصل انا كلمت حازم قبل الهوا كنسل عليا يعني، انا بخش اهو كلمت حازم امام كنسل عليا ليه هو كان في الاتوبيس كان شيكابالا اهو، ايوه شيكابالا في الوش اهو، انا قلت لك اللعيبه في الاتوبيس شيكابالا، وانا على فكره فرحان لشيكابالا قوي قوي، انا كان نفسي يجيب جول النهارده بس انا فرحان له قوي، انا كان نفسي شيكابالا يجيب جول النهارده صراحه، يعني انا كنت قاعد حد بتفرج على الماتش، لا ما يفرق، انا بتفرج على الماتش مع طارق مصطفى قلت له نفسي شيكابالا يجيب جول، بس هو عامه اي حد يجيب جول، بس هو تتويج لكل اللعيبه طبعا، انا فرحان لايمن حفني كان نفسي ينزل النهارده والله والله كان نفسي ايمن حفني يلعب النهارده ده هيلعب الماتش الجاي كابتن ايمن حفني هيلعب ماتش لازم ان شاء الله يلعب، كنا بنقول بنرشح لعيبه لانه هيريح اكيد مجموعه طبعا، وبالتالي او في مجموعه راح المنتخب لازم عبد الشافي يروح المنتخب، مش معقول المستوى ده ما يروحش، انا اعتقد هيروح، لا ما اعتقدش، اعتقد هيرضى، اتمنى لان بصراحه لازم بالمستوى ده، عبد الشافي احسن باك شمال دلوقتي في مصر دلوقتي بصراحة، مشهد تاريخي وناس بتصور بالموبايلات طبعا، وادي شيكابالا واقف هو اول واحد اهو، وبص نادي الزمالك عامل ازاي جوه وبره، بسم الله ما شاء الله، الف مليون مبروك للزملكاويه يا جماعه، الف مليون مبروك قلت لك انا اللعيبه كلها في اتوبيس خد شيكابالا اهو بالظبط، والله استدعى عايز اروح بعد عايز اروح يا جدعان بعد الحلقه بقى اروح، يعني بص يا جماعه يعني حتى بيبوس راس ميلا، ميلا ده عشة عمره برضه طبعا جميل، ده انا اللي مربيه ميلا ده اول ما جه نادي ده هو انتيم شيكابالا دلوقتي مين؟ حبيب شيكابالا يعني انت عارف انه خده معاه السعوديه لما كان محترف هناك؟ لا لا ما تهزرش والله خده معاه، لا راح يعني قعد معاه فتره طويله هناك في السعوديه، قعد قرابه الشهر والله، لا ماشي ما هو كانت فتره توقف او حاجه كده سافر قعد مع شيكابالا فتره طويله هناك والله العظيم والله في السعوديه، جميل جميل انه بيحبوا بعض جدا جدا يعني. جميل جميل جميلة جميلة عشرة عشرة طبعا حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله، يعني مشهد جميل والناس مبسوطة والناس سعيدة، من حقنا بقى نفرح النهاردة نفرح بكرة، لكن هنرجع تاني ونفكر في اللي جاي، وده اللي قاله حازم امام بالظبط، ان عندك كاس مصر، وده اللي قاله رئيس اللجنة كابتن حسين لبيب بالظبط، قال لك ان انا بالنسبة لي الدوري ينتهي الماتش الجاي بالظبط، خد بالك النهاردة ثلاث اربع ايام والناس هتبتدي تنسى البطوله دي، وابتدوا يفكروا بقى مين ماشي مين راجع
مين اللعيبه اللي جايه. لا والبطوله اللي بعدها بالظبط، لان انت الزمالك، الزمالك دائما وابدا ايه لازم تاخد دوري جاي، لازم يعني الدوري اللي جاي يعني اللي هو الجديد يعني هنا لازم تفكر في ده. الجيل ده لازم ياخد اكتر من دوري، ولازم طبعًا ياخد اكتر من بطوله، ولازم يكون منافس قوي على بطوله دوري ابطال افريقيا. اهو ميلا هو نازل اهو، و شيكابالا وراه ولا مين؟ لا مش شيكا ده، مش شيكا ده، لا مش شيكا، حد شبه شيكا. ميلا اول واحد هو اللي فوق. انا عايز كمان يا كابتن ابارك لخالد جلال كمان. خالد جلال النهارده يا عيني والله صعب عليا، او خالد جلال صعبان عليا الماتشات اللي فات دي، كان يا عيني حالته صعبه، بس الحمد لله ربنا كرم النهارده البقاء في الدوري يعني. وادي شيكا نازل اهو، شيكا عبد المقصود، الناس كل الناس عايزه تشيله. طبعا اصل الحب ده بتاع ربنا يا اخي. بالظبط، انت ما تقوليش الحب ده شيء حاجه ربانيه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بالظبط كده. لا دخل لاي بشر في حب الناس ابدا. ده من عند ربك سبحانه وتعالى. بالظبط كده، والناس زي ما بتقول سعيده اللعيبه دي تعبت قوي يا جماعه، جدا اللعيبه دي تعبت قوي، وتعرضت لضغوط صعبه قوي 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 لا يتحملها بشر. صحيح. ورغم كده احنا مرينا يا كابتن، انا عمال افكر والله بجد، لا البطوله دي صعبه قوي جدا، صعبه قوي يعني، تكسب الاسماعيلي في الاسماعيليه، والاتحاد في اسكندريه، والمحله في اسكندريه، وتكسب سيراميكا بتموت نفسها قدامك. السويس وفرقه كويسه محترمه سيراميكا. طارق حامد اهو، طارق حامد اهو، كان نفسي يجيب ضربه الجزاء النهارده بس مش فارقه. بس اللعيبه كلها قاعده تضحك بعد ضربه الجزاء، انت لاحظت؟ بس حطها حلو والله. بس جت حطها حلو، بس عيلي تسنة عيلي جامده شويه. النهارده يعني اللعيبه كلها رجاله و لا طول الموسم يا خالد.